السلام عليكم ومرحبا وألف مرحبا بكل متابعي قناة شهيوات فاطمة. مرحبا أيضا بالمشاهدين الجدد. اليوم البنات كنهديكم هذه الوصفة، عبارة على كسكسو بالخميرة البلدية البلبولة والخضرة فقط. كسكسو نباتي صحي 100%، والأهم أنه كيجي معلك ولذيذ. البنات هذه الوصفة كتستحق تجربة وتشاركوها مع الأهل والأحباب. نخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة. فبسم الله على بركة الله، في القدرة كنضيف زيت نباتية وقليل فقط من زيت الزيتون، ممكن الاستغناء عليها. حبة كبيرة من البصلة اللي كنكون شلطتها أجنحة أو قرطتها أجنحة، وحبة كبيرة من المطيشة حتى هي مقطعة أكيد مزولة على القشرة ديالها، واحد القطعة من القرعة الحمراء مدحوكة، وتوابل عندي ملح، سكنجبير، خرقوم، وإبزار. هادو هما التوابل اللي ضفت فقط. كنحاول نحرك هاد المكونات كلها مع بعضياتها. هنايا كنضيف القليل من الماء اللي كيكون عندي في درجة الغليان، وكنخلي هادوك المكونات يتشحروا مع بعضياتهم ويتقلاو باش ما يتحرقوش. كنضيفو الماء. وهنايا عندي خضيرة ديال الكسكسو مشكلة على حسب اللي عندكم، راه كتخدموا نتومايا. هنايا من بعد مرور تقريبا واحد 5 دقائق هانتوما شوفوا معايا، كنتحصل على هذا الشرمول على هذا الشكل. كنروي بالماء اللي دائما كيكون عندي درجة الغليان، تقريبا الماء الكافي اللي غيكفينا. ولا كان خاصنا راه غادي نضيفوا مزال تتمه الوصفه. هنايا كنضيف خيزو، وكنضيف ثلاث انواع من اللفت، اللفت الابيض وهذاك اللي كيكون موف، واللفت الاصفر، وكنضيف ايضا هذا الكروم او ليشو، وكنضيف واحد جوج حبات من الدنجال، وواحد الربطه من القزبور والمعدنوس، الربيع مجموعين مع بعضياتهم. كنخليهم كيطيبوا على جنب. هنايا كناخذ الكسكاس، دائما انا قبل ما كنطيب سواء السميده اولا البلبوله، فكندهن الكسكاس ديالي مزيان بالزيت النباتيه باش هكذا ما كتلصقيناش فيه الطفويره ديالنا. هنايا كناخذ نصف كيلو من البلبوله اللي كنغسلها مره وزوج وثلاثه مزيان حتى كتحيد من هذيك الكميه ديال النشا، وكنخليها حتى كتسقطر مزيان. شوفوا معايا كيف ناشفه، كتنشف على هذا الشكل مباشرة. ملي كتنشف كنديروها في الكسكاس وكنوضعوها فوق القدرة، وكنخليوها 30 دقيقة كاملة حتى كتطلع فيها الغلية مزيان. 30 دقيقة البنات كنأكد لكم. هنا على جنب كناخد واحد الجبانية، وكناخد ملعقتان كبيرتان من الخميرة البلدية. إذا كانت عندكم فتخدموا باخر وبركة، ما كانتش عندكم فكتأنيوليوها. لكن الوصفة أنا قدمتها لكم بهذا الشكل لأن فغيمون شي حاجة خطيرة. انا عارفكم راكم حادقات، والاغلبيه دابا راه كيستعمل الخميره البلديه. انا عندي صحاباتي كيخدموا بها، فكنظن بان دابا بزاف الناس وعوا بالقيمه ديال الخميره البلديه. ضفت على كاس من الماء بقياس كاس العنب اللي كيكون بارد، حركتهم مع بعضياتهم خليته على جانب. هنا دايز 30 دقيقه، ضفت باقي اللي تبقى لي من خضره الكورجيت والقرعه الخضراء، وحبه ديال البطاطا اللي كتعجبكم وكتعجب وليداتكم كتضيفوها. هنايا كيف ما كتلاحظوا مع الكسكاس راه ماسقات فيه حتى حبه ديال البلبوله، راه بينتو ليكم. هنايا كنبدا كنسقي هذيك الطفويره الثانيه، كتعتبر هذه الاولى راه 30 دقيقه، وهذه يعني الطفويره الثانيه. كنسقيها غير بهذيك الكاس ديال الماء بقياس كاس العنبه، ما يعادل 150 مللتر، وايضا دوك معالق كبار من الخميره. كنصبر عليهم حتى كتنشف ليا وكيتبرد ليا ديك البلبوله، كنرجع الطفوره الثانيه 30 دقيقه ايضا. هنايا كندوز على جنب ثاني، كناخذ كاس ديال الماء بقياس كاس العنبه وملعقه صغيره من الملح، كنخليها حتى كتذوب. صافي، هنا من بعد ما دازت 30 دقيقه كنروي اولا كنسقي البلبوله ديالي بهذاك الماء اللي كيكون مالح، وكنضيف كاس اخر ثاني من الماء حتى كتشبع ما وكتشرب الماء مزيان. كنخليها حتى كتشرب الماء مزيان. بالنسبه للماء الكافي فانا خدمت بثلاث كيسان، وثاني راه كيبقى لي النوعيه ديال البلبوله باش خدمت نتوما. كاينه ديك تاع الباكيه راه دغيا كطيب، كتكون هذيك طيعه في الطياب ديالها، ولا خديتو هذيك ديال العبار فكديروا منها اطونسيون ولا تعجل ليكم، فكتضيفوا الماء غير بالقياس. صافي، هنا من بعد ما سقيت مزيان البلبوله ديالي شربت داك الماء، هنايا غادي نعاود انا نرد الكسكس. هذه الطفويره ما قبل الاخيره، هي ملي طلعت فيها الغليه شوفوا معايا المرقه كيف ولات خاطر. هنا راه حيدت القرعه الحمراء لان طبت باش ما تشتت ليا الزولته، ضفت واحد الحبه ديال المطيشه مطحونه وجوج مزاود ديال الحار. وهنايا الطفويره الاخرى غادي ندير القليل من زيت الزيتون وايضا السمن، غادي نضيفهم بجوج لان ما خدامين لا
لا اللحام لا زعما فيه قوة الدهون لا حتى شي حاجة، رحنا خدامين داكشي كله طبيعي، معليش الا ضفنا السمن مع زيت الزيتون صافي. كنحرك كل شيء مع بعضه كيف ما كتلاحظوا معايا، حتى كيتشرب ليا مزيان هذاك ديك البلبوله هذوك اللي دام اللي ضفت عليها. كنردها تغلى غير واحد هنايا قبل ما نرد الكسكاس على القدره، كنضيف شويه من السمن وايضا زيت الزيتون، وكنرد الكسكاس فوق القدره وكنصبر عليه تقريبا واحد 10 دقائق حتى كيفور وكيسخن لينا على هذا الشكل صافي. هنايا كنحاول نقسم هذيك الكميه ديال البلبوله لان انا عندي تضويقه، فغادي ندير طبسل وغادي نسكن احنا ديك القصعه الصغيره. فصافي كنقادها بحال هكا، وملي يشوفوا معايا تبارك الله المريقه كتجات خاطره ومعلكه يعني مزويناتها كتحمر. فدابا غادي نحاول نسكن، غادي نقدم الكسكسو ديالي ديال الخضره والبلبوله والخميره البلديه، كيجي لذيذ البنات، والقيمه الغذائيه ديالو راه كبيره بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه. كنقول لكم بالسلامه عليكم الى حلقه قادمه ان شاء الله.